مفيش تحرش ولا حاجه يا فندم. الكلام اللي قالته بنتي ده ملوش اي اساس من الصحه. استاذ عبد الله، انت مستوعب نتيجه الكلام اللي انت عايز تثبته ده؟ لا طبعا مش مستوعب يا فندم، وبعد اذن سعادتك انا وكيل المتهمه وانا الوحيد اللي ممكن اتكلم. حضرتك بعد اذنك يا استاذ شوقي، انا ابوها وانا اضرب مصلحتها. ايوه عشان حضرتك تعرف مصلحتها تقوم تورط نفسك مكانها. ومين قال يا فندم ان النيابه هتاخد بالاعتراف ده؟ ده اعتراف معيب ملوش اي لازمه. انا عارف يا فندم مين اللي ضربني، وكل اصحابي كانوا موجودين وهيشهدوا باللي حصل. يا سلام، وانت فخور قوي باللي حصل يا كابتن سامح؟ هيرضي غرورك يعني؟ هتبقى مبسوط وانت واقف قدام السيد وكيل النيابه وبتقول له ان لمؤاخذة يعني اللي شال وحيتك دي بنت قدام زمايلك كلها كسرت دراعك؟ بنت؟ هي بنتك دي تسمى بنت؟ لا راجل، والحمد لله والشكر لله ان انا خلفت بنت بميت راجل. الحمد لله يا رب ان انا مش واقف وقفت حضرتك دلوقتي وبحاول الاحق على الراجل اللي انا خلفته على حساب سمعه وشرف البنات. شرف؟ شرف ايه يا راجل انت؟ اديك قلتها بلسانك يا استاذ عبد الله. شرف البنات دي معناها ان حضرتك عارف اللي حصل. ايوه يا فندم عارف، وقدامكم دلوقتي قدام حضرتك دلوقتي انا اقول اه ماشي، لكن في محضر رسمي اسف ما اقدرش. ليه؟ ما اقدرش يا فندم، ما اقدرش ادوس على سمعه وكرامه بنت مسكينه غلبانه زي مريم، احط الكلام ده في محضر رسمي عشان في الاخر اطلع اتباهى بان بنتي دفعت عنها الدراع. ناحية تانية ما اقدرش اسيب بنتي تتحبس لمجرد انها ما قبلتش انها تضرب على وشها بالقلم يعني. وما اقدرش الومك يعني. تخيل ان انا حتى ما اقدرش الوم حضرتك على قهرتك وعلى غضبك وحرقتك على ابنك. انا مش طالب منك انك انت تحط نفسك مكان كده. انا طالب منك بس فكري نص دقيقة. حط نفسك مكان ام مريم. فكري كده يا بنتي بخليلك، مش بدراع مكسور، بكرامة متانة وشرف تنداس. كان هيبقى الوضع. أريحك من الإجابة هنا، كنت هتبلعي وجعك وهتدفني جوه قلبك وهتقولي أبدا بنتي ما تعرضتش لأي تحرش، ولو الكلام ده في محضر رسمي هتتنازل عن المحضر، ولو بنت حضرتك ضربت الولد متحرش بيها هتعملي زي ما انا بعمل دلوقتي بالظبط وتقول لا انا اللي ضربته مش بنتي. بس كل ده مش وارد. ليه؟ لان حضرتك ام الولد مش ام البنت. خلاص كل ده فات اوانه عبد الله، انتهينا. والنبي يا استاذ شوقي الله يخليك، انا على اخري، فخليك في قصد ضوافره. قصد ضوافره يا فندم الفضيحه اللي بيحاول يسيطر عليها استاذ عبد الله خلاص انتشرت في كل مكان وغرقت الدنيا. إيه؟ انتشرت؟ انتشرت ازاي؟ في الفيسبوك يا هلا. فيسبوك؟ تفاصيل الحكايه كلها زي ما حصلت في الكليه. واضح ان البوست انتشر من ساعتين وقرب يبقى ترند. يا مجنون يعني ايه؟ جابوا اسم البنت ونشرت صورتها؟ كلام يا استاذ عبد الله. لحد دلوقتي مجرد كلام. بس كلها ساعتين ثلاثة والتفاصيل تتطور. وخصوصا بعد العرض على النيابة. لا يا حازم بيه. مفيش نيابة ولا حاجة. احنا هنتنازل عن المحضر وهنعمل صلح